وربنا لو اعرف حضرتك ما كنت عملتها. معلش مسحها فيا واقلع الجاكيت هاتها. لا لا ميرسي يا حاجه متشكر. لا ازاي، هبعتها مع اي عيل من عيال الحار يوديها للواد حوك بتاع الدرايكي ليه، اصل كل عرسان المنطقه بيودوا بدلهم عنده. فعلا بعد ما بيأجروها وبيطلعها ايه كانها لانك. ما خلاص ياما، وبعدين دي ميه طاهره وهي نظافه برضك، وبعدين يا باشا الميه الطاهره تغسل النفوس الوسخه. ثلاثة بالله العظيم يا باشا ما تقلق من الميه دي، الميه دي مبروكه قاري عليها عامله وسوسه، يعني فيها وسوسه كده. يا فندم خير باذن الله، اطمن خير يعني. طيب يعني عموما نعتبرها كان الدنيا مطرت يعني، ما يهمكيش يا حاجه. تمام اسم الله عليك يا اخويا، عاقل ومتزن، بس انت ما تخافش، اصل الميه بتاعتي دي بركه خير كانها مطره بالظبط. تمام. اهلا وسهلا بيك يا باشا. اهلا وسهلا. سيادتك بقى تحب شاي كركديه ينسون اي حاجه؟ ولا اقول لك انا هقوم دلوقتي اغرف لك طبق كشري وصايع اللوكس وازود لك كده الورد عليه، لو دقته سيادتك كل يوم هتكون هنا. يعني انا متشكر جدا والله لحسن الضيافه وذوقكم، بس انا بستاذن حضراتكم يعني عايز اقعد بس مع مدام نعمه شويه. بس ازاي، لازم تشرب حاجه ساقعه الاول. سيبيه على راحته، وبعدين بقى ما هو ياما سايقنا منك عنه. لا ازاي يا بيه، وده ينفع؟ لازم اجيب لك حاجه ساقعه. خد ادي طاقه. واجي يا ياسر. ايه؟ خد تروح بسرعه عند ام نمله هات كان زيت بيبسي مشبر. بيبس انا اجيب اتنين واخد واحده ليا. امين ماشي ماشي يا ابن المفجوع. يلا بقى يا حبيبي روح بسرعه، يلا ما تتاخرش. يا مدرسه يا مدرسه. صباح الفل يا حاج. خير امور؟ ما يمرش عليك ظابط يا حاج، انا عايز ادخل لميس توتا مدرسه المزيكا. زياره اولياء الامور حد واربع بعد الساعه 12. لا ما انا مش ولي امر، انا لسه ما دخلتش دنيا، انا عايز اخش لها عشان اخطبها. زياره شخصيه يعني؟ الله ينور عليك. الزيارات الشخصيه ممنوعه، اتفضل. لا لا بس ممنوع يا حاج، ربنا ما يجيب منع، صلى على النبي كده. بص خد كرمش دول ودلني يلا على الفصل بتاعها كلها على طول. انت بترشيني يا حيوان؟ ايه ده؟ لا لا سمح الله يا حاج، انا مش بتاع رشوه والكلام ده، ما تدبسنيش. انت شكلك راجل عندك ضمير وانا احب الناس دي. دلني بس على الفصل اخش لها صد رد كده، اديلها البو كده واخرج على طول. ورد ايه وبتاع ايه؟ احنا في مدرسه محترمه، اتفضل اطلع بره يلا. تصدق انا غلطان ان انا اتكلمت مع امثالك، خش ده لحد المدرسين يلا. حد المدرسين ايه؟ احترم نفسك واحفظ مهامك يلا بره. يا اخويا كويس اسمعه لك؟ سمعني. تعال لي بقى فوق عشان زهقت من الباص اللي تحت. كويس انك جيت هنا. بقول لك ايه، انا غلطان ان انا اتكلمت مع فراش. انا فراش؟ انا في المدرسه يا حاج. تعال خد لك انت دبرش يا جدعان. لا 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 يلا يا لا 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 طب لا 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 مصحف حقك عليا يا حضرة الناصر، والله العظيم ده كورنر دخل بانه قلب أبيض. ده اسمه اعتداء من بلطجي على ناظم مدرسة محترمة أثناء تأدية عمله، ده خبر بكرة في كل جرائد مصر، صورته هتنزل بالألوان الطبيعية المجسمة. البيت اللي انت فرحانه بيه ده بلطجي، وهياخد له اقل حاجه فيها 15 سنه اعدام. يا نهار اسود كده يا كولر؟ حد يعمل كده؟ يا استاذ يا استاذ حقك عليا، حقك عليا انا حضره الناصر. انت تتسافي ليه يا توته؟ ده هو اللي خلط فيا بالفاظ خدشه من الحياء يعف اللسان عن ذكرها. اكتب يا باشا. يا حضره الناصر يا حضره الناصر، كولر ده معاه شهاده معامله اطفال حتى بصر. بس مخرجينه من المصحه قريب وبنحاول ندمجه مع المجتمع زي ما حضرتك بتقول لنا على طول. هندمجه بس في مجتمع السجون. يا نهار اسود يا مي، يرضيك كده؟ يا حضرة النظر يا حضرة النظر، ده انا زي بنتك برضه، يرضيك استناه 15 سنة حتى ما يخرج من السجن. لا يا حبيبتي ما يرضينيش، أنا لازم أفرح بيك. أمها معاك في المحضر يا أمين وخليها تشرفك. هو في سجن النساء وهي في سجن الرجالة، ويقضوا شهر العسل هناك في السجن. أنتوا عارفين إن أنتوا قضيتوا على هيبة العلم والمعلم؟ أنتوا السبب في تأخر مصر عالميا تعليميا؟ يلا يلا اتفضلي، أنا حسيتك بدل ما أفصلك، وأنت اتفضل يلا يلا، مش فاضي الكلام الفارغ دوت يلا. من؟ هتروح مني فين يا حسن؟ هتروح مني فين؟
شادي يا مدرسة، حسني خلاص لعب في عداد عمره، بس اوعدكوا انا هجيب له عداد جديد وهصفره له. سجل ده عندك يا امين، بيقولوا هصفره له. مسامح كريم يا استاذ حسني، مهما كان خطيب مستهاني صحفي انه بدا استاذ حسني، وهو على الله يجي هنا تاني. ممنوعنا هنا الوساطة عشان ده السبب الرئيسي في انهيار المنظومة التعليمية. هو التعليم باظ من شوية بس، ورحمة أم يا حسني لانقذ الأجيال الجديدة منك. أنا لازم أنقذ المجتمع من أمثالك، أنت مكانك الحقيقي في السجن. ألف ألف مبروك يا حبيبي، مبروك عليك الشبكة، وربنا يتمم على خير. اتفضل اتفضل. وأنت مبروك عليك البنية يا حسني. بس بس خلاص، خد يا أمير، خد لازم مكانك الحقيقي في السجن. يلا 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 يا نبات، يلا المجتمع ينضف منكم. العبيط اهو، العبيط اهو، انا مش عبيط، هو اللي عبيط، هو اهو مش انا. لا يا حبايبي، لا لا، يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، يلا يلا يا اولاد، يلا نجهز عشان الخناقه الجايه. شوف يا نعمة، انا ابن بلد، اللي انت ما تعرفوش بقى ان انا وصادق اساسا من بولاق ابو العلا. لا ما تستغربيش، وابويا الله يرحمه، وده يعني مش عيب، كان تاجر على قده كده في وكالة البلح. فأنا قلت لنفسي يعني سامي أكيد هنبقى فاهم أنا ونعمة ومش هنسأل بعض. شوف يا باشا، أنا عارفة كل حاجة عن حضرتك وعن العيلة الكريمة. شريف يا قلب الله يرحمه كان بيحكي لي كل حاجة، كان يقعد كده يحكي لي بالساعات، نتكلم ياما. وعارفة كمان اللي لا شريف يعرفه عن حضرتك ولا كان يتصور. يا فعلا. طب كويس، ده بيأكد لي ان احنا فعلا هنفهم بعض، وان احنا بإذن الله مش هنتعب. خير يا باشا، ما تتكلم على طول كده وتخش في الموضوع دغري. لا، قبل ما نخش دغري في الموضوع لازم الاول اعتذر لك على الموقف السخيف البايخ اللي حصل معاكي. شويه العيال السيس اللي ادوكي علقه محترمه، قالت لي كانت علقه بسيطه يعني، اللي كانت في الشقه دي. يعني معلش انا بحط نفسك مكاني، لما يكون ابن اخويا اللي هو في ايدي الفلوس كلها والامبراطوريه دي يتجوز واحده، انا اسف ما اعرفش جايه منين ولا مين اللي وراها ولا مين اللي زقها، فكان لازم ده يحصل يعني. فانا جيت لك بنفسي عشان اعتذر لك واقول لك حقك عليا يا نعم. ما هي بترسى على معلش مع الغلابه. انت جيت عليا وافتريت يا باشا عشان انا غلبانه وماليش حد ومكسوره الجناح، بس اللي انت جاي لها دلوقتي دي ما بقتش كده خالص. ان كان على علق احنا قدها وزياده، ياما يا اخويا الدنيا اديتنا علق واستحملنا وقمنا وقفنا تاني. النصيبه في اللي راح وما يتعوضش. شريف يا قلبي الله يرحمه. والله كلامك ده فكرني بابن اخويا. انت عارفه نعمه، شريف ده بالنسبه لي ما كانش ابن اخويا بس، لا ده كان صاحبي. الله يرحمك يا شريف، كان ذكي وحساس وطيب. واضح يا نعمه ان احنا فعلا انا وصادق كنا غلطانين ان احنا وقفنا قدام جوازكم من بعض، بس الله يرحمه يعني كان جواهرجي، عرف بجد ينقي البنت اللي بجد، بنت العقلة الجميلة والذكية. تشكر يا باشا، كتر خيرك. احنا بقى قعدنا نلف وندور حوالين بيت الكلام كتير قوي، ما تخبط كده وتقوم داخل على طول. انا عاجبني جدا بجد مصطلحاتك دي. طيب انا جايب لك عرض، أنا واثق إن ذكائك مش هيرفضه. عرض إيه؟ أنا جايب لك نصيبك في الورث بتاع شريف، اللي كل فلوس صادق في الغالب راحت له يعني. ده العرض؟ وبعدين؟ ولا قبلين. أنتِ لو عارفة عيلتنا بالظبط زي ما أنتِ بتقول يعني، هتعرف إن إحنا عيلة محترمة. إحنا ماشيين بمبدأ مهم جدا، وهو بسم الله الرحمن الرحيم. وأدوا الأمانات إلى أهلها. أهم حاجة يا نعمة، إدي الحق لأصحابه. أنت هتقولي والمصحف راجل طيب وكبارة ومحترم. محترم إيه؟
ده بركة المية بتاعتك انت يا قدورة يا جامدة. ماشي، كتر خيرك برضك ان انت جاي لغاية هنا هوت عشان تديني الحق بتاعي ده العشم برضك. لا عشم ايه يا نعمة، ده حقك على فكرة، انت حقك عندي بالظبط زي حق سمر، وطالما الله يرحمه يعني كان اختارك فانا لازم احترم هذا الاختيار. تشكر يا باشا، كتر خيرك، بس ليه بقى ما احترمتوش وهو عايش؟ ما احترمتوش ليه على حياة عينه؟ انت عارف ان انا عارفك كويس، حطلي بقى خط عريض كده هون تحت المصلحة اللي طلعالك. ما انت يا اخويا مش جاي تهز طولك في الحارة شبه بورس ويلس كده قفلتنا الحارة اسم الله. يعني يا نعمة مين في الدنيا ما يعني ما بيغلطش؟ يعني كلنا بنغلط، وانا جيت لحد عندك واعتذرت لك وقلت لك حقك عليا يا نعمة، وجايب لك نصيبك في الورث كله على طبق من دهب من غير اي مشاكل. يا اخويا متشكرين كتر خيرك، واحنا قلنا حاجه فين المصلحه برضك؟ شوف يا نعمة انت ذكيه، وانا هقدم لك عرض مستحيل ذكائك يرفضه. فين المصلحه يا باشا؟ انا عايز اشتري نصيبك في الورث. تشتريه ولا تاكلني فيه؟ لا بالعكس، انا هشتري منك بسعر السوق يمكن اكتر شويه. انا هعرض عليك يا نعمة 10 مليون جنيه. هوبا، الحميه بتاعتك جابت نتيجه، ما ترمي عليه صفيحه ميه كمان يمكن يزود المبلغ. 10 مليون يا نهار اسود، يا نهار اسود على دماغي. ما تخرس بقى يا راجل وتسكت. 10 مليون يا باي غش. يا قلتي ايه؟ هقول اف ايه لا مؤاخذه، هو لو انت شاري مني اكتر من سعر السوق ده على قولك يبقى انت بتعمل كده ليه؟ صدقه يعني على روح المرحوم؟ ولا من امتى بقى يا اخويا الحدايه بتحدف شمورت؟ الله يسامحك يا نعمه، انا حدايه يا نعمه، انا بتعامل معاك ان انت دلوقتي واحده من العيله. نعمه انت غصن مهم جدا في شجره العيله، نعمه انت جدر حقيقي. بعدين انا راجل بتاع بيزنس، انا كل همي ان انا احافظ على مجموعه شركات البنهاوي. يوم بقى ما تفكري تبيعي نصيبك، وغالبا هتفكري في كده، كل اللي يهمني ما يجيش واحد من بره بقى يدق مسمار جوحه فيدمر كل ده. حطي ايدك في ايدي يا نعمه، حطي ايدك في ايدي، احنا عيله واحده، انت جدر يا نعمه. ايوه صح، انا جدر. طب وايه قولك بقى لو قلت ان انا مش عايزه ابيع؟ حقك طبعا، بس في الحاله دي بقى يا نعمه انا مش الوريث الوحيد، في بقى سمر، في جيجي، وما أدراك ما جيجي. فأنت دلوقتي مش قدامي غير أن أنت توافقي على البيع فهقف جنبك فتورسي، يا إما للأسف النتيجة مش مضمونة. ماشي يا باشا، عظمة، الرسالة كده وصلت ونعمة مضت بالاستلام كمان. طب والرد؟ مش لما أورس هبيع لك سمك في مية وانت غريب؟ عيب. شوف يا نعمة، أنا عارف إن الموقف اللي أنت فيه ده موقف صعب جدا، بس أنا واثق في ذكائك. أرجوك يا نعمة ورحمة شريف ابن أخويا ما تضيعيش كل حاجة، يعني يا إما تبيعي لي يا إما فيش ولا ملي. آه بس يعني أنت عارف الأمر شورى بينكم، استنى بس أما أشاور المحامي بتاعي وأرد عليك. محامي؟ أيوة يا باشا، ما هيغركش يعني الهدمتين دول. عندي محامي. عندي محامي. اوكي طيب يا نعمة، يعني ورحمة شريف يرحم، ما تضيعيش كل حاجة، انا فعلا خايف عليك. يا نهار ابيض يا باشا، وانت في زيك ده، انت هتخاف عليا اكتر من امي اللي بره دي. ده انت قلت لي انت جدر يا نعمة، جدر خلاص. ايه يا بنتي واقفة ليه؟ ما تقعدي، معرفش تتكلمي وانت قاعده ولا ايه؟ طبعا منتهى البرود اللي في الدنيا. ما هو لا انت ولا اختك الست جيجي خسرانين اي حاجه، انا طبعا في الاخر اللي هطلع من المول بلا حمص. حمص ايه بس يا سمر على الصبح؟ يعني انا اهرب من الفيلا عشان وجع الدماغ؟ قاليكي لو طالي هنا وجايبه معاكي وجع الدماغ برضو، في ايه؟ سبحان الله، بقت مجيتي دلوقتي تقيله على قلبك. الله يرحم يا ست. ما تزعليش، بهزر معاكي. هو انت مش حاسس ان احنا لازم نقعد مع بعض ونتكلم اكتر بعد اللي حصل؟ اقعدي يا ستي واتكلمي زي ما انت عايزه، انا سامع. طبعا، ما كلكم بعتوني واخرتي انا اللي طلعت ماليش لازمه في وسطيكم. لا انا مش عارف اتكلم معاكي وانت كده خالص.
اولا ما حدش بيعك ولا حد هيبيعك، وبعدين لازم تهدي كده، ما ينفعش كل حاجه تاخديها بالقفش والخناق، انت كده اللي هتخسري كل حاجه. مالك ما كنتيش كده، ايه اللي حصل؟ ما هو فجاه بكتشف بالرغم كل اللي فيا اني في الاخر بطلع ملاك وسط شياطين انا ما اعرفش عنهم حاجه. انت تصدق ان شريف يطلع متجوز وانا اللي كنت زعلانه اني ضميري بيأنبني وبتعذب؟ لا وانت ضميرك صحي قوي فعلا. والنبي ليك نفسي تهزر؟ طبعا ما انا الهبله اللي الكل بيضحك عليها. وطبعا الست جيجي اختك لما تلاقي البت الجربوعه دي داخله تقسم معايا في نصيبي ولا هتهتم، عشان مش هتقدر تقرب من فلوسها. ما هي جيجي طردت البت دي بره البيت، هتعمل ايه تاني اكتر من كده يعني؟ ده حتى المحامي قال لها ان كده ممكن يبقى في مساءله قانونيه ضدك. لا بصراحه عدها العيب والمشكله كده اتحلت. وانت بقى يا ترى هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ وبعدين المفروض اعمل ايه اصلا يعني وما عملتوش؟ يعني ايه يا رامز؟ انت هتقف تتفرج عليا وانا بخسر كل حاجه؟ هتفرج ايه يا عبيطه؟ انا وانت في مركب واحد ومربوطين ببعض. اهدي بقى عشان ما تغرقش بينا كلنا. حاولي تستحملي شويه بس لحد ما نعدي اللي احنا فيه، وبعد كده يا ستي اعملي اللي انت عايزاه. برافو. لا الحقيقه برافو، برافو عليك يا خايب انك سايب شغلك وهي تلعب هنا في النادي. ممكن نتكلم في بيت يا جيجي لو سمحتي؟ بيت ايه؟ هو انت خليت فيها بيت؟ انت بقيت عامل زي التلميذ اللي مزوغ من المدرسه ومستني اخته الكبيره تجيبه من ايده عشان ترجعه تاني. لو سمحت يا جيجي، انا ما بقتش عيل صغير وعارف انا بعمل ايه كويس. بلاش الكلام الهاكس اللي انت بتقوله ده اساسا. لا انت عيل، اللي ما يتحملش المسؤوليه يبقى عيل، اللي ما يعرفش يحافظ على شغله وشغل اهله يبقى عيل. البس هدومك وتعالى معايا. لا يا جيجي مش هاجي معاكي. بقول لك البس هدومك وتعالى معايا. وانا بقول لك ان انا ولا هلبس ولا هاجي معاكي، ولو سمحت اتفضلي بقى عشان انت فضحتيني قدام الناس اللي انا كلهم. لو سمحت اتفضلي. طب خليك يا نكدي. هيجنني منظر البت الزباله دي، وهيجنني اكتر اني شفتها في حته قبل كده. شفتيها فين يعني؟ شفتيها مع شريف؟ مع شريف ايه انت كمان؟ هو انا عمري شفت واحده مع شريف؟ ما طلع اذكى مننا كلنا. انا حاسه اني شفت البت دي في حته، بس فين مش قادر افتكر. يا ستي هتكوني شفتيها فين يعني؟ اكيد بيتهيألك. بقول لك ايه؟ سيبك من الوش ده كله وتعالي نقعد جوه شويه. انا هيحصل لي حاجه، عاوزه اعرف شفت البت دي فين. وبعدين بقى، وبعدين في الجنان بتاعك ده، اهدي كده افهمي. انا في امر واقع غريب بيعدي علينا، لازم نستحمل ونطاطي غصب عننا، والا نروح كلنا في 60 داهيه. شوفي المحامي اتكلمي معاه، اكيد هو عنده حل، مع اني ساعات بحس ان سمير ده محامي ضدنا مش معانا. سمر انا بكلم نفسي ولا ايه؟ انت رحتي فين؟ بس انا افتكرت شفت البت دي فين قبل كده. يا سمر استني استني يا سمر. ايه انت ما بتفهمش؟ قلت لك همشي لوحدي. استاذ شريف لو سمحت عايزين ماما رضا وفي نفس المستشفى. يا واطي يا حقير يا زباله يا شريف. طلع ضايع قوي الله يرحمه. تحسبني كده يا رامز؟ ما تقولي اعمل ايه اتصرف ازاي؟ ولا تعملي اي حاجه. وبعدين انت هتستفادي ايه اصلا ان انت افتكرتيها دلوقتي؟ من ربنا احمدي ربنا ان ربنا خلصك من كل ده. لازم تشوفي المحامي تتكلمي معاه، اكيد هو عنده طريقه يخرجك من كل اللي انت فيه ده. بس يا ريت بسرعه، لان لا جيجي ولا سامي هيقفوا معاكي ما دام مفيش وراك اي مصلحه. طب وانت؟ انا ايه؟ عاوز ايه مصلحه عشان تقف معايا؟ كده برضو انا واقف جنبي كمان. قولي لي بس اعمل ايه وانا اعمله. انا عارفه اني لوحدي ومش هضحك على نفسي اكتر من كده. انت يدوب معايا في مساحه مترين في مترين اللي هم حدود السرير، اكتر من كده انت مش شايفني اصلا. بس انا هعرف اخد حقي كويس قوي واحافظ عليه بنفسي. الواد مش هيبات في الاسم يا زغلول، الواد هيبات في البيت، اخويا هيبات في البيت يا زغلول. ان شاء الله كحالها على الدنيا واللي فيها، داخليه وتعليم وزي ما تطلب. مش هينفع يا ابليس. الله
وانت عايش في الولايات المتحده الامريكيه يا جدع؟ انت افهم، ظابط مباحث مزوغ ومحضر ما تقفلش وهيترحل للنيابه. ادعي انت بقى ان ربنا يكرمنا ونخرجه من النيابه. ثقة في الله يا كابتن ابليس، كابتن كورنر هيطلع وهينور الملاعب وهيقدم للنجيلة في مصر والعالم احسن ما انجبته مصانع اللعيبه المصريين. بقول لك ايه يا ابليس، ما تيجي يا اخويا نروح له القسم ندخله اكل ولا اي حاجه؟ لا انا عندي فوبيا من الاسم، مش هينفع. بقى انت عايز ايه؟ محدش يخاف على اخويا اكتر مني يا توته. في ايه؟ هنعيده تاني؟ ماشي يا ابليس اللي انت شايف. هقول لك ايه يعني، بس انا بقى هاخد الواد سلعه واروح له القسم. انا معاك يا بلاتوتا ولا كابتن كورنر، لو حتى هنسافر له ايطاليا. انست ونورت يا باشا، رئيس مجلس الحي زرنا النهارده. طبق مكرونه بينا كده على المشي، ايه رايك سيادتك يعني؟ بليز فيها. سيب الشنطه دي وراجعيها مكانها. اصل انا بقالي كتير ما دخلتش الاوضه فقلت انضفها بالمره. هاتي الشنطه اتكلي على الله. ماشي. يلا يا بنت الفقريه اللي انت رايحاه يا بنت، يا اما انت مجنونه يا اما عايزه تلبسيني القميص بالمقلوب وتشيعيني على السرايا الصافي. بقول لك ايه يا ام والنبي، انا مش ناقصه يا اختي، النص ساعه اللي بتاخرها بيخصموا لي قصادها ربع يوم، والعمليه مش مستاهله. ربع يوم ايه يا عين امك؟ بقى الراجل يا بنت يقول لك 10 مليون وفرصه اليوم ولا كل يوم، تقولوا لما اشوف. ومتنحرره قوي يا اختي ورايحه لي الشغل اللي بيديكي 900 جنيه وبيخصموا نصهم تاخير. فلوس ايه يا اختي اللي هجري وراها؟ الشغل هو سندي في الدنيا دهيه. يلا انا رايح المستشفى. استني يا بنت. استغفر الله العظيم يا رب، سددت نفسي على الفطار يا بنتي. 10 مليون جنيه، 10 مليون جنيه احنا نفتح بيهم قصر العيني وتقولي مستشفى؟ قصر عيني مين؟ احنا ممكن نعمل بيها وزاره الصحه قطاع خاص ونقطع تذاكر للعيانين كده. استهدي بالله بس يا حبيبتي وعودي، خلينا نتكلم بالعقل. انت تكلمي ابليس تاخدي منه نمر سامي بيه ده اذا ما كانتش معاكي، وتقولي له انك موافقه وتاخدي منه العشرة مليون، ونقعد كده بقى مع بعض برواقه نشوف هنعمل بيهم ايه. ويا ست اذا كانت يعني كرامتك وجعاكي، انا كرامتي شايلها في جيبي ما بيهمنيش حاجه. انا هكلم سامي بيه واستف ورستق معاه كل حاجه. قلت ايه؟ ولا انت تكلمه ولا امي تكلمه ولا اي حد يكلمه، ما كنتش دعوه بالموضوع ده، انا رايحه المستشفى. شوف البنت، استني انت يا بنت مجنونه ولا هبله ولا عايزه تجيبي لي جلطه يا دنيله؟ شفت يما، شفت اديك انت قلتي بنفسك اهو، لا يجي لك جلطه، ساعتها بقى الفلوس هتنفعك بايه؟ ولا 10 ولا 100 مليون حتى. يما خلي بالك من صحتك، ما فيش اغلى من الصحه. يوه بالاذن كده يا نعمة. طيب ناس غريبة، ناس غوية فقر، ربنا هينقذهم من الفقر وهم عايشين فيه كده، حاجة غريبة. يا دي النيلة يا بلد بختك يا تدار. تلعب على الكاب يا كابتن؟ ما بحبش العب كوتشينة. احسن، بس انا الكاب ده يلزمني. عايز تاخده عافية خده، بس انا حابب اعرفك ان انا اخو ابليس، وابليس لو عرف ان كاب اتاخد مني عافيه هيزعل، وزعل وحش قوي. لا يا عم، ربنا يكفينا شر ابليس. ايه ده سلعوه، انت دخلت هنا ازاي؟ هو انا ينفع اسيبك لوحدك يا ابو الكباتن؟
انا مكرمش 100 جنيه ومديها لامين الشرطه وقلت له اخرج وقت ما تيجي خارج. اصيل يا سلعوه، ده انت الوحيد اللي افتكرتني. ده انا مش جاي لك انا لوحدي كمان، انا جايب لك دي. مش كلب معاك، بجري ورا كورة، أنا بني آدم. الكلب حيوان مخلص، بس الإنسان أحيانا بيبقى حيوان خاين. زي ما قلت سعادتك، أنا مش حيوان، أنا مخلص ليك وأنت عارف كده كويس. والدليل أي سر بيني وبينك ما بيطلعش بره، لو طلع بره محدش عارف هيحصل إيه، محدش عارف. يا باشا أنا إبليس يا باشا، اللي بيحطك قدامه قبل ما يخطي أي خطوة. هو أنت فاكر يالا إن أنا معاليك بجد؟ أنت عارف يا إبليس، أنا لحد 28 سنة العيال في وكالة البلح كانت بتسميني سامي غزال. عارف ليه؟ عشان المطوى القرن الغزال ما كانتش بتطلع من فردة شرابي وترجع إلا وهي متزفرة. فجو معاليك ده حلو، لكن لما عيل هيت يا زيك يشتغلني واشتغل صادق اخويا وشريف وتطلع البيت نعمه قريبتك وساكن معاه في نفس البيت، هنا بقى افرمك وادوسك تحت رجلي زي الصرصار واكسل ابص اشوف ايه اللي تحت. ما عليك، الوقفه اللي احنا واقفينها دي ما فيهاش صراصير وما فيهاش حد بيدوس على حد بجزمته. الوقفه دي فيها معاليك فيها إيهاب إبليس، أجدع راجل هتقابله في حياتك، إيهاب إبليس. ولو عايزني نجيب الشريط من أوله نكر يا باشا، مفيش مشكلة، معانا وقت. ولو شفت أي غلطة عليا شاور عليها بس بصباعك، ما رأيي عن غير، أكتب لك تعهد، ورقة انتحار وماليش داية عندك يا باشا، براحتك خالص. إنما بقى لو قعدت مع نفسك وعرفت إني مش غلطان وماليش في أي حوار، تبقى زعلت واحد من رجالتك، واحد كان طول الوقت شريك. بعد اذنك يا سامي بيه غزال، عشان انا حالف من وانا عيل صغير عنده 7 سنين لا يرفع عليا سلاح ازعله بيه، ازعله. ها اللي جابك يا سيف ده صبح انت هنا؟ من غير طولة لسان يا منى، انا بقالي نص ساعة برن عليكي وانتي ما بترديش. لا
لو كنت رديتي ما كنتيش هتلاقيني هنا، ده انا جنبك وبرنلك والتليفون خارق وداني وانا بره وبرضه ما بترديش يا منى. مش سامعاه. سلامه ودانك كمين. الف سلامه حبيبه قلبي. انت ايه؟ هتسوق الطرش عليا ولا ايه؟ بمزاج الله. وبعدين قلت لك ما تطريش، انا كل شويه بتعملي مشاكل. ست انا لا جاي اعمل مشاكل ولا جاي اتكلم في الغرام، انا جاي اتكلم في المصلحه. اتنيلتي عملتي ايه؟ معرفتش اجيب الشنطه. جيجي هانم كبست عليا كده شبه الكبسه السعودي ام لحمضاني دي. لا خف نفسك يا ميم، خف نفسك يا بنت، دول 10,000 جنيه يعني هيشيصوني ومش هيصوك يا بنت. يا بنت ونرجع نتجوز، انا هعمل لك مفاجاه، هجيب لك مرتبه بسوسته. الجايات كتير يا اخويا والشنطه فوق، وانا هو في البيت لسه ما مشيتش. لكن تجيب سيره الرجوع على لسانك دي والمصحف يا صبح اقطعهولك. والمصحف انت خساره فيك المرتبه. اتكلم في المفيد. دلوقتي انا مش هعرف ارجع للست رشا دي اقول لها انك طلعتي خايبه وما عرفتيش تجيب لها الشنطه اللي فيها الاوراق، خصوصا بعد ما عملت فيها 7 رجاله ببعض. انت تيجي معايا نصايه لحد عندها تقولي لها انك هتجيب لها الورق اول ما يقع في ايدك، احسن تفتكرني ان انا بشتغلها. ده نصايه ولا خصايه؟ ما كانوش 10,000 جنيه دول، دول حتى مش محصلين مرتب شهرين. بسم الله ما شاء الله. تاخدي كام يا منى؟ ماشي، قولي انك طمعانه شويه. على المهم يا ست هخلي الست رشا تزودهم لك شويه، بس تيجي توريها وشك. المصحف انت نصب وانا عارفاك. وماله يا مين؟ وماله لما انصب على القمرايه بتاعتي؟ يا بنت هو احنا مش في الاخر هتبقى معانا مرتبه واحده؟ قول يا صبحي، قول استناني في العربيه بره قبل ما اغير هدومي. لحسن المصحف جه هلمة وشافتك كده هتسايب عليك الكلاب بره ياكلوك. ماشي. ماشي يا ميمو، بس بالله عليكي فكري في المرتبه ام سوسته. ولع يا ابليس. معقول يا باشا؟ ها مش ناوي تقول لي بقى دخلت البت عريتك نعمه ازاي على شيف؟ معليك من عندك مش شايف الصوره كويس. متحورش بقى يا ابليس، تعال نلعب مع بعض كده بكروت مكشوفه. البت وريث الشريف دي تبقى عريتك وكل حاجه واضحه زي الشمس. الكلام ده يا باشا لو انا ندخلها على شريف، انما هي عرفته في الاول واتجوزته وحبته يا بيه. وقالت لي انا عايزاك يا ابليس، قلت لها مورينا يا بنت خالتي. قالت لي اهل جوزي عايزين سواق، قلت لها وانا سواق. واشتغلت يا باشا وقابلت شريف بيه وربنا كرم. هي قالت لك يا ابن خالتي. ايوه. وانت قلت لها مورينا يا بنت خالتي. ايوه. وانا بقى المفروض اصدق الهبل ده كله. ايه يا باشا في ايه يا باشا؟ ما هي كل حاجه بالتواريخ والارقام. شوف عقد جوازهم امتى؟ ووقت ما اشتغلت في الفيلا يا باشا. ولو انا كذاب انا رقبتي فدم عليك. ما قلتش ليه ان هي بنت خالتك؟ انا راجل يا بيه وكلمتي واحده، واتفاقي مع نعمه ان محدش يعرف ان احنا قرايب بس. فهي بقى كانت داخله تنصب على شريف من غير ما تعرف حد انت ابن خالتي. كدب خيبه يا باشا. شريف بيه كان عارف وما كانش ينفع اقول لسعادتك ولا لجي جي هانم ولا لصادق بيه عشان ما يعرفوش ان شريف متجوز تاني. طب ما انا كنت عارف ان هو متجوز وبعتك على الشقه بتاعتها مع الجردات، فاكر؟ فاكر يا باشا. ما قلتش ليه؟ اجي بقى تقول لسعادتك ان انا بتاعك مش بتاعها هي. يا باشا انا نفذت امرك في لحمي يا باشا. لحمي يا بنت خالتي يا باشا. تليفون صغير لنعمه كانت تختفي من الشقه خالص، انما انا نفذت اوامرك. يبقى فين الخيانه بقى؟ لا بس انت لعبتها صح قوي يا بيس. يا باشا اللي بيني وبينك ما فيهوش لعب خالص. يكفي يا باشا انا دافع 1000 جنيه من جيبي، 1000 جنيه والله دافعها من جيب الامين الشرطه عشان ما يكتبش المحضر. ونخش بقى في سين وجيم ونعرف ان شريف بيه متجوز نعمه وفضايح بقى وتلفزيون وصور وصور. انما يا باشا انا في ظهرك، فاللي تعرفه واللي ما تعرفوش. وبعدين يا سامي بيه انت عارف ان ابليس جدع، واللي بيني وبينك اكبر من ده بكتير. ما تخليش الحاجات الصغيره تعمل سور ورا سور ورا سور. ايه يا باشا؟ الله مانجا حلوه يا باشا، حلوه قوي. نعمه نعمه نعمه. ايه؟ قومي دكتور عادل نصار عايزك. يلا. خشي جوه.